اهلا بكم في قناتي توتي فودي. النهارده هعمل معاكم خبز السميد المغربي. هعمل معاكم النهارده خبز على طريقه اهل المغرب بطريقه بسيطه جدا وسهله. اتمنى تشوفوا طريقتي ولو عجبتكم تجربوها. قبل ما نبدا الفيديو بنقول لاهل المغرب ربنا معاكم وان شاء الله محنه وتعدي على خير ونطمن عليكم يا رب وترجع المغرب باستقرار وبسلامه وامن لكل اهلها وكل شعبها. ربنا يرحم الأموات ويشفي المصابين ويخرجوا لأهليهم يا رب بألف سلامة. المكونات بتاعتنا عبارة عن كوباية دقيق، كوباية دقيق سيمولينا، 3 معالق زيت، معلقة خميرة ومعلقة سكر. كل كوباية دقيق أبيض عادي هنحط عليها كوباية دقيق سيمولينا، 3 معالق زيت، معلقة خميرة، معلقة سكر. طبعا أنا حاطة رشة ملح على الدقيق العادي. هنحط حوالي كوباية مية أكتر أو أقل على حسب حاجة العجينة، مش هنضيف المية كلها مرة واحدة علشان العجينة ما تترش مننا. هي ما بتبقاش عجينة متماسكة بس عجينة يعني لينة شوية. هنا هنضيف الدقيق ودقيق السيمولينا والسكر والخميرة ونقلبهم كويس جدا. في ناس بتضيف معلقتين لبن بودرة لو حابين. هنحط الزيت، لو حابة تحطي زيت زيتون براحتك. وهنضيف المية بالتدريج وهنقلب كل المكونات دي مع بعضها، نعمل عجينة متماسكة ما تكونش جامدة قوي. بعد كده هنسيبها تخمر حوالي ساعة أكتر أو أقل في مكان دافي على حسب المكان اللي عندك. هنا خلاص العجينة خمرت، هدهن إيديا بالزيت وهبدأ أشكل العجينة. هنشغل الفرن قبلها بنص ساعة علشان الفرن يبقى سخن. لو فرنك بيسخن بسرعة يبقى قبلها بربع ساعة. طبعا المعجنات بتستوي على نار عالية، هندخلها على فرن أعلى حاجة لمدة 10 دقايق ربع ساعة. هنا خلاص قرصنا كل العيش، هدهن إيديا بالزيت وهضغط عليه ضغطة بسيطة وبعد كده هرشه من على الوش من فوق بدقيق السيمولينا وهسيبه نص ساعة تاني يخمر على ما يكون الفرن سخن. وهبدأ أعمل عليه شرط كده زي ما انتم شايفين. هيدخل الفرن ياخد حوالي 10 دقايق ربع ساعة على حسب الفرن بتاعك والسخونية بتاعته. عيش رائع جدا، طعمه حلو جدا. أعتقد كل اللي هيجرب الوصفة ديت بعد كده هيعمل العيش بالطريقة ديت. تنفع للمدارس للسندوتشات. أتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة، تضغطوا لايك، تبعتوا الفيديو لأهلكم وأصحابكم. بحبكم جدا جدا واشوفكم في فيديو جديد. ربنا معاكم، سلام.